سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مع برنامجكم الفضل العظيم. نحن معكم على الهواء مباشرة من الرابعة إلى الخامسة عصرا خلال الشهر الكريم. أرحب كذلك بالمشاهدين الكرام على قناة دبي الفضائية ومشاهدين عبر قناة نور دبي. في بداية هذه الحلقة أرحب وإياكم بفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد عبد الرحيم سلطان العلماء، أستاذ الفقه وأصوله بجامعة الإمارات. أعزائي، سنستقبل اتصالاتكم واستفساراتكم على الأرقام التي ستظهر على الشاشة بعد قليل، وأذكر المستمعين والمشاهدين الكرام بأرقام التواصل معنا لمن سيتصلون من الداخل أو من الخارج. من سيتصل من داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، الاتصال على 600-551-416. لمن سيتصل من خارج دولة الإمارات مع فتح الخط طبعا 00971-600-551-419. الأرقام ستكون موجودة إن شاء الله أيضا على الشاشة. كما أذكر بمن يريد أن يرسل ببريد إلكتروني أو رسالة لهذا البرنامج يستفسر أو يعقب على شيء، حياكم الله جميعا. وعنوان البريد الإلكتروني الفضل العظيم @dmi.ae. حياكم الله مشاهدي الكرام، ومع بداية برنامج الفضل العظيم وأولى حلقاته، حياكم الله فضيلة الشيخ. الله يحييكم ويحفظكم إن شاء الله تعالى. اليوم فضيلة الشيخ أبارك لك طبعا شيخ على الشهر الكريم. الله يبارك فيك ويحفظك إن شاء الله. آمين وإياكم. شيخنا اليوم سنبدأ إن شاء الله معكم مع الجمهور الكريم وبعنوان سابقوا إلى مغفرة من ربكم إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى. والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين وخير خلق الله أجمعين ورحمة الله للعالمين، سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله أن بلغنا شهر رمضان، نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لصيامه وقيامه، وأن يتقبل منا جميعا صالح الأعمال، وأن يجعلنا والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها من عتقاء هذا الشهر العظيم. في بداية هذه الحلقة، وهي الحلقة الأولى من هذا البرنامج، أغتنم الفرصة لأقدم التهنئة الخالصة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وإلى مقام أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي حفظه الله، وإلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى إخوانهم أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وإلى أصحاب السمو الشيوخ أولياء العهود ونواب الحكام، وإلى شعب الإمارات، وإلى المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. أسأل الله تبارك وتعالى أن يكون هذا الشهر شهر تمكين ونصر للمسلمين وشهر عزة للمؤمنين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل من الجميع صالح أعمالهم، بعون الله نبدأ. يقول الله تبارك وتعالى في محكم كتابه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم،
سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. الإسلام دين الطموح ودين التنافس على الأعمال الصالحة ودين المسارعة إلى الخيرات ودين السباق إلى كل ما يرضي الله سبحانه وتعالى ويرضي رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، وهو دين المبادرة لكل ما ينفع الإنسان في دنياه أو أخراه، دين علو الهمة، دين الأخلاق العالية، دين الصفات الكريمة، دين البذل والعطاء، دين الإيثار والتعاون على الخير، دين العفو والغفران، دين البر والإحسان، دين الرحمة والتراحم. ديننا العظيم يأمرنا بالمسارعة إلى الخيرات والأعمال الصالحة والتنافس فيها، والتسابق في الفضائل صفة من صفات المؤمنين وخلة من خلال الملائكة المقربين، والمسابقة إلى الخيرات خلق لا يتصف به إلا المؤمن الصادق، والمسارعة إلى أعمال البر طبع لا يتخلق عليه إلا من وهبه الله تعالى رجاحة في العقل وانشراحا في الصدر وسلامة في القلب. والمقصود بالمسارعة في الخيرات هي المبادرة إلى الطاعات والسبق إليها والاستعجال بالامتثال في أدائها وعدم تأخيرها واغتنام الأوقات في الإكثار من الأعمال الصالحة خشية أن تأتيه الصوارف وتهجم عليه الموانع، عملا بحديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال سبعا، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مطغيا أو مرضا مفسدا أو هرما مفندا أو موتا مجهزا أو الدجال فشر غائب ينتظر أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. أيها الأحباب، فضل الله عظيم وكرمه سابق ومننه جسيمة، وقد من الله علينا بفضله وكرمه فبلغنا موسما من أعظم المواسم فيه تصفد الشياطين ويعظم كرمه سبحانه وعفوه ومغفرته، ومنحنا مرة أخرى فرصة التقرب إليه، وفسح لنا في الأجل لنتوب إليه ونكثر من الأعمال الصالحة ونتزود بالزاد الذي ينفعنا في رحلة الآخرة ويصلح من شأننا في الحياة الدنيا، ولنسمو بأخلاقنا وتمسكنا بالدين وحرصنا على ما يرضي الله ورسوله، لنكون كما أرادنا الله شامة في جبين التاريخ. هذا الشهر العظيم موسم لجني الخير وزيادة الأرباح للأعمال الصالحة، شهر النافلة فيه بفريضة والفريضة بسبعين فريضة، شهر فيه ليلة خير من ألف شهر، شهر القرآن، شهر الفرقان، شهر الدعوات المستجابة، شهر الجود والكرم لا شهر التبذير والإسراف، شهر اغتنام الأوقات بالعبادات لا ضياعها بمتابعة المسلسلات، شهر العمرة فيه بحجة أو حجة مع المصطفى صلى الله عليه وسلم، شهر حفظ اللسان والجوارح من الغيبة والنميمة وبذيء القول ورديء الفعل، يحفظ الإنسان لسانه من الكذب ومن الوقوع في أعراض الناس، بل يحفظه حتى من الأقوال التي لا أجر فيها. والعاقل من يشتغل بعيوبه ليصلحها ويتجنب مواقع الإثم والسوء، والأحمق من يشتغل بذكر عيوب الناس ويغفل عن نفسه وعن النصح لهم بالحكمة والموعظة الحسنة.
إن التسابق في الخير دليل على حسن إيمان المرء وصدق اليقين عنده، ودليل حب الله تبارك وتعالى للعبد، وأنه اختاره ليجعله في الأرض مفتاحا من مفاتيح الخير. وطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه، وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه. والتنافس والمسارعة في الخيرات رغبة في الأجر عند الله سبب لتفريج الكروب وستر العيوب، وسبب لاستجابة الدعاء وقبول الرجاء، وسبب للسعادة في الدنيا والآخرة. إن التسابق والمسارعة في الخيرات يجعل صاحبه من المفلحين في الدنيا والآخرة، والسابقون إلى الخيرات يدركون مقاصدهم ولا يرجعون خائبين أبدا. وأختم بقول الله تبارك وتعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من المتسابقين إلى مغفرته ورحمته ورضوانه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يبارك فضيلة الشيخ، وأذكر المشاهدين الكرام بأننا على الهواء مباشرة ومع أولى حلقات برنامج الفضل العظيم. فيما ترغبون من أسئلة حياكم الله جميعا. فضيلة الشيخ، أريد أن أبدأ بسؤال عن موضوع المواقيت ودخول رمضان. نعم. قول العلماء في موضوع شيخنا دخول الشهر الكريم، هل من الواجب أنا كمسلم، يعني أشعر أحيانا، يعني أستانس خلينا نقول شيخنا، أن كل الدول العربية والإسلامية تصوم في يوم واحد؟ نعم. لكن هذا يكاد لا يحصل. نعم. لكن قول العلماء في هذا، هل شرط يعني أن كل الدول الإسلامية والعربية تصوم في يوم واحد؟ هل هذا قول للعلماء؟ أنت فتحت موضوعا جزاك الله خير، الموضوع فيه كلام كبير وكثير. الأصل في البلد وفي رؤية الهلال، في الهلال وفي ثبوت الشهر، الرؤية. نحن مكلفون بالرؤية البصرية، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، ولسنا نحسب كما يحسب أهل الفلك، حتى أهل الفلك يختلفون كثيرا. نعم، نستأنس بقولهم في إرشاد الناس إلى مواضع الهلال، إلى الساعات التي يمكن أن يراء فيها الهلال، وإلى الوقت الذي يمكن أن يحسب لإثبات الشهر، لأن رؤية الهلال مثلا في النهار هذا لا قيمة له، إنما المطلوب أن يرى بعد غروب الشمس. فلو غرب القمر قبل غروب الشمس فيوم غد ليس من رمضان، إنما هو متمم. ورسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نصوم لرؤيته وأن نفطر لرؤيته، فإذا غم علينا بسبب سوء الأحوال الجوية، بسبب وجود غيم إلى غير ذلك، فأكملوا العدة، نكمل العدة في شعبان 30 وفي رمضان 30 إذا هناك في الخروج من رمضان أو هلال العيد. لو أن الناس اتبعوا هذا، نحن مطالبون بأن نتحرى الهلال في كل شهر حتى نكون متثبتين من كل شهر، لكن للأسف نحن كثيرا أو كثير منا لا يتحرى الهلال إلا في شهر رمضان وهلال شوال وهلال ذي الحجة، نظرا لارتباط بعض العبادات بذلك من الصيام والعيد والحج. لكن لو كنا نتحرى في كل شهر لا نقع في هذا الإشكال، ثم لا داعي لهذا النزاع وهذا الخلاف. لا يمكن لبلد إذا رؤي الهلال فيه وأنا في نفس المطلع، بمعنى في نفس التقسيم، في نفس المساحة الجغرافية، في نفس الأرقام إلى غير ذلك، لا يمكن، لا يعقل أنني أنا أقول والله أنا ما رأيت، ربما أنا عندي لم أرى، المسافات قريبة، لكن المسافات البعيدة
إذا لم يرى أو مسافات في المشرق أو في المغرب إلى غير ذلك، فلا بد أن يراعى في ذلك مطلع كل بلاد كل بلد، لكن أن لا يؤخذ بقضية الحساب. نعم، سنكمل إن شاء الله فضيلة الشيخ في هذا المحور. سعيد من تونس، تفضل يا سعيد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا سعيد. يا شيخ بارك الله فيك على هذا البرنامج وجزاك الله عنه كل خير، وحييك وحيي كافة العاملين في هذه قناة مباركة، ورمضان مبارك عليكم. أنيس شعبان من تونس، قصيدة شعرية. أخ سعيد، أنت ما شاء الله عليك تتصل من فترة لفترة يقول قصائد، والبرنامج ليس لهذا. من معنا إذا في معنا اتصال آخر؟ إذا في طيب شيخنا الآن أعود مرة أخرى لموضوع الفلك. نعم. والنظر، يعني اللي فهمت منك شيخنا أنك تؤمن بالرؤية البصرية حتى الأجهزة لا مستبعد. نحن نستعين بها شيخ مولانا، نستعين بها لا إشكال. مثلا ذكر بعض العلماء أن لو أن الفلكيين اتفقوا على عدم وجود الهلال فجاء شاهد واحد يشهد بثبوته، نحن نرد شهادته لوجود الشك، لكن يلزمه هو لأنه هو الذي رأى، هو يلزمه فلا يلزم المسلمين. فبعض العلماء ذهب إلى هذا، وبعضهم قالوا لا يعم إلى ذلك. نحن أمة، نحن لسنا في كل مكان عندنا حسابات فلكية ولا إلى غير ذلك. نحن الدين للجميع، الدين لمشارق الأرض ومغاربها. كثير من الدول ليست لديها مراصد فلكية إلى غير ذلك. حتى الفلكيون أنفسهم يختلفون. العام الماضي أنا أتذكر يعني جيدا أنهم اختلفوا في ولادة الهلال، حتى ولادة الهلال هذه المسألة الذي لا ينبغي الاختلاف فيه اختلفوا. ولذلك نحن نقول للفلكيين أنتم جزاكم الله خيرا، نحن نستعين بكم، أنتم خير من يستعان بهم في هذا المجال، لكن حددوا لنا هل الهلال ولد أو يولد أو يمكن أن يرى أو لا يمكن. أما قضية استحالة الرؤية وعدم استحالة دعوها للناس، لأن أقدار الناس في النظر يختلف. منهم من ما شاء الله من رزق حدة البصر فيرى من مسافات بعيدة، ومنهم من لا يرى موضع قدمه. سنكمل إن شاء الله فضيلة الشيخ. أم راشد تفضلي. نعم حياك الله. من معي من عجمان؟ عجمان. أم راشد تفضلي. أم راشد يسمعك الشيخ. تفضل. الله يبارك. نعم يسمعك الشيخ، تفضلي بالسؤال. أوكي. ويرمش على الشيخ يرمش. لا خلاص انت سكر التلفزيون وسمعيني من الهاتف، تفضلي. طول عمرك. الله يطول عمرك. نعم ان شاء الله. اغلقت ام راشد. عيد الاتصال يا ام راشد واسمعيني فقط من التلفون فقط. وداد من العراق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. انا بسأل يعني في قبل فترة يعني نذرت نذر بان اصوم شوال كله، ظليت 20 سنة اصوم شوال، الآن أصبح عمري بالخمسين، هل أقدر يعني أعطف شيء عن هذا اليوم أو أنه يعني أو أظل أصوم لأن عندي ضغط فأخاف يعني ممكن أقدر بس يمكن أتأذى. خليك معي أخت وداد. ولكن ما أذكر هل أنه قلت أصوم كل الدهر أم أنه أصوم 20 سنة. أنا صار فوق 20 سنة أصوم شهر شوال كليته. إذا كان يغلب على ظنك أنك نذرت لمدة 20 سنة فالحمد لله فيما صمتي فيه الكفاية، فيه الكفاية. وثم أما إذا شككت في ذلك، ولذلك نحن دائما نقول للناس يا أيها الناس كونوا حكماء في النذر، انذروا بما تستطيعون، انذروا لله صياما فقط دون تحديد. لو صمت يوم واحد يكفي والحمد لله، لكن الآن أنت ألزمت نفسك بشهر شوال في كل سنة، وأنت ما دمت كنت تستطيعين صمتي. الآن إذا يتعذر عليك وأنت شاكة يعني غلب على ظنك أنك نذرت أبد الدهر، فعليك أن تصومي الأيام الذي تستطيعين، والذي لا تستطيعين تخرجين عن كل يوم طعام مسكين. شكرا يا أخت وداد. نعم. من العراق حياك الله. شيخنا توجيه عام بخصوص النذر عموما للمشاهدين الكرام. النذر كما يقال لا يأتي لا يستخرج به من البخيل. الله إنسان لا يحتاج إلى أن يذر لله تبارك وتعالى، لكن إذا نذر يجب عليه الوفاء بالنذر، لأن الوفاء بالنذر واجب. ولذلك لله علي إن شفى مريضي أن أصوم 3 أيام، ولا أشترط التتابع ولا أشترط في شهر معين ولا، فعندي سعة والحمد لله في أي يوم أستطيع أن أصوم، يوم 2 وخميس واثنين
أكون قد أديت النذر الذي عليه. لئن مثلا رد الله إلي غائبي لا أتصدقنه فقط، أتصدق بدرهم بعشر دراهم بخمس دراهم يكفي، لكن أن آتي وأشدد على نفسي أن كل يوم أنا آتي وأصوم أو أصلي كذا ركعة في كل يوم، هذا إنسان يعني يجلب المشقة لنفسه ثم يضطر للوفاء بالنذر ولا يستطيع الوفاء بالنذر. نعم، نأخذ من الجزائر فاطمة. تفضل يا فاطمة من الجزائر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا أخت فاطمة من الجزائر، تفضلي بالسؤال. جزاكم الله خيرا، رمضان كريم على كل الأمة الإسلامية. أهل الله الله عليكم بالخير واليوم والبركات. آمين، الله أكرم. عندي سؤالين إذا ممكن. نعم تفضلي. ما حكم وضع واقي الشمس خلال الشهر الفاضل؟ وضع واقي الشمس. وسؤال ثاني إذا أمكن، عندي الوالدة ما تقدر تصوم، عندها عجز كلوي. نعم. يعني ما تقدر حتى يعني تصوم بعدين بعد شهر رمضان. يعني فهل يعني هي تطعم مساكين، يعني هي تجمع حصة الشهر. نعم. يعني مبلغ معين. نعم. وتعطيها الدوي يعني لمن يستحقها. نعم. هل كل يوم تخرج على هذاك اليوم أم نعم. تجمعها جملة؟ إن شاء الله يا فاطمة، شكرا، وضح السؤال، مشكورة على الاتصال. تفضل يا أم محمد من أبو ظبي. ألو، حياك الله يا أم محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مبارك عليكم الشهر أول شيء. الله يبارك إن شاء الله. عندي استفسار، أنا أمي طايحة وعندها كسور في ريلها. نعم. واليوم كان عندها عملية وطبعا ما قدرت تصوم. نعم. ويبالها كم يوم ما بتقدر تصوم فيهم، فهل هي طبعا بعد رمضان إن شاء الله بتصومهم، بس هل لازم تدفع عنهم ولا بس تصومهم؟ إن شاء الله. أول استفسار. نعم. ثاني شيء بالنسبة للصلاة، هي ما تقدر تقوم كل شوي تتوضى، ففي ناس يقولوا لها أو أنها تقدر تصلي من غير ما تتوضى، هل ها يجوز ولا لا؟ أيوة إن شاء الله، شكرا، حياك الله، مشكورة يا أم محمد من أبوظبي. إن شاء الله المزيد من المشاركات ومع إجابات الشيخ بعد فاصل قصير، أرجو أن تبقوا معنا. أهلا بكم ومع برنامج الفضل العظيم، ونأخذ كمال من السعودية. تفضل يا أخي الكريم. حياك الله. الله يحييك يا كمال، تفضل يا أخي الشيخ يسمعك، تفضل. أنا عندي مرض الله يبارك فيك، والدكاترة كانوا ما تصوم، فما أدري على كفارة الله يبارك. إيش عندك عفوا يا أخي، مريض بإيش؟ مريض يعني، والدكاترة يعني قالوا لك ما تصوم. نعم نعم، الله يبارك فيك، مشكور يا كمال. كفارة الله يبارك. إن شاء الله إن شاء الله، شكرا يا كمال، حياك الله. فضيلة الشيخ، أعود إلى فاطمة من الجزائر. سؤالها الأول، سؤال وضع واقي الشمس فضيلة الشيخ يؤثر في الصيام؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. وضع الواقي الشمس على الوجه أو على اليدين لا يؤثر في الصيام، لأن هذا ليس بجوف إنما في الظاهر، وهذا يعني حماية للجسم الإنسان ربما من أشعة الشمس، لا إشكال فيه. نعم. أيضا سؤالها الثاني فضل الشيخ، أن من لديه فشل كلوي وهي الوالدة شيخنا. نعم. هل تصوم بعد رمضان؟ هل إذا ما صامت هذه الأيام تكفر بعد؟ أنا سمعت منها كسؤال أن في أثناء كلامها. نعم. أنها ذكرت أنها لن تستطيع أن تصوم حتى بعد رمضان، فالأطباء منعوها. نعم. فإذا كان وضعها كذلك أنها لا تستطيع أن تصوم ولو بعد رمضان، فإنها تخرج عن كل يوم طعام مسكين. نعم. سواء أخرجتها دفعة واحدة في أول الشهر أو في آخر الشهر أو في كل يوم عن يومه. نعم. فحسب التيسير له الطعام. نعم. نعم. كم الطعام تقريبا؟ يعني تقريبا يعني بما يساوي 15 درهم كيلوين والنص أو حتى كيلوين من الرز. يعني نعم. بعضهم يقولون حتى أقل من الكيلو. نعم. بقدر استطاعته، الإحسان أفضل ولا احتياط أحسن. نعم. أم أمين تفضلي من فرنسا. السلام عليكم، رمضان كريم إن شاء الله. السلام عليكم. من فضلك سؤالي يكون على الأولاد، عندي أولاد صغار يصلون، إلا أن وقت ما لازمش عليهم صيام بس يصوموا ويصليوا،
احيانا وقت الصلاه في المغرب هو على الساعه 9:30 بفرنسا. نعم. والعشاء هي على الساعه 10:45 دقيقه. هل الاولاد الصغار ممكن ان نومهم قبل ما يصليوا العشاء ويصليوا العشاء مع صبح يوم غد؟ هل هذا يجوز او لا يجوز؟ نعم. كم اعمارهم؟ الاعمار كم؟ العمر للابن 10 سنوات والبنت 12 سنه. 10 و12. نعم ان شاء الله. شكرا حياك الله يا ام امين، مشكوره حياك الله. ام راشد تفضلي بالسؤال. حياك الله من عجمان. أيضا انقطع الاتصال عن أم راشد. فضيلة الشيخ، أعود إلى أم محمد. أمي عندها كسور وعملت عملية اليوم يا شيخنا وما صامت اليوم. نعم. أولا من رحمة الله تبارك وتعالى بنا وبالأمة جميعا أنه جعل العذر للمريض وللمسافر أن يفطر إذا كان مريضا ثم يقضي بعد ذلك. ما دامت تستطيع بعد رمضان أن تقضي هذه الأيام التي لا تصومها الآن لأجل العملية فلا شيء عليها الآن، وإنما عليها فقط القضاء بعد رمضان. نعم. مسألة عدم الوضوء للصلاة، لا، هذه أول مرة أسمعها حقيقة. لا أحد عاقل يفتي بأن الإنسان تصلي من غير ما تتوضأ. نعم، ممكن إذا كان الماء لا يستطيع إيصال الماء إلى أماكن معينة في أعضاء الوضوء، مثلا في الرجل في القدم مثلا، هذا فيتيمم بدلها، لكن ليس معنى ذلك أنها لا تتوضأ، بل تتوضأ وتغسل وجهها وتغسل يديها وتغسل ما تستطيع الغسل ثم بعد من أعضاء الوضوء، ثم بعد ذلك تتيمم لإكمال هذا الوضوء، لإكمال ما دخل فيه من نقص بسبب عدم وصول الماء إليه. والرجل ليس من أعضاء التيمم حتى يقال بمذهب الإمام الشافعي في قضاء بعد ذلك، فليس عليه قضاء، لكن عليها أن تتوضأ وأن تتيمم ثم تصلي. مسألة أخرى ربما يطرأ في بالي أنها ربما يشق عليها القضية أن لكل صلاة يتوضأ إلى غير ذلك، وقد لا تستطيع أن تحافظ على وضوئها للصلاة الثانية. مثل هذه الحالات نحن نفتي لهم بأن يجمعوا جمعا صوريا، بمعنى أن يؤخروا صلاة الظهر إلى قبل خروج الوقت بمثلا دقائق، بحيث أن يستطيع الإنسان أن يصلي في الوقت ثم ينتظر قليلا ثم بعد ذلك يدخل وقت العصر فيصلي، فيكون قد توضأ. وكذلك المغرب يؤخره إلى قدر الاستطاعة ثم يصلي العشاء في بداية وقت العشاء إذا كان يشق عليها. أما إذا كان لا يشق عليها فلا بد من صلاة في الصلاة من أول الوقت أفضل. نعم. نأخذ سلمة من فرنسا. سلمة، ألو، حياك الله يا سلمة، تفضلي. السلام عليكم شيخ، رمضان مبارك، كل عام وانتم بخير ان شاء الله. الله يبارك فيكم ان شاء الله. يعيشك شيخ. الله يخليك. انا حامل. نعم. ويعني والدكتور منعني اني اصوم لانه حالتي صحيه، فعلا تعبانه، انيميا. نعم. ومشاكل صحيه. نعم. بس هون في فرنسا ما في، يعني المكان اللي أنا فيه ما في من نسأل وما في، يعني اليوم حاولت نصوم. نعم. بس كتير تعبانة. لا. نعم. كتير. طيب. كتير تعبانة، مش طيب. عارفة يعني كيف. إن شاء الله إن شاء الله. سلمة تابع الشيخ لو سمحتي، لأن الدكتور وصاك بعدم الصوم واليوم أول يوم رمضان. تابع الشيخ في الإجابة. مشكورة على الاتصال، حياك الله. فجر تفضلي. أم فجر تفضلي من الفجيرة. أم فجر، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يسعدك. طال عمرك. نعم، يسمعك الشيخ، تفضلي يا أختي. أنا طال عمرك، أنا عندي بس الكلى وصلنا من كذي. مريضة بالكلية؟ لا، هي. طيب. أنا وصلنا من سنتين الحين، وبقدر أقوم. نعم. إن شاء الله إن شاء الله. حياك الله يوم فجر، مشكور على الاتصال. مريضة بالكلى لا تستطيع أيضا الصوم. أعود فضل الشيخ إلى كمال من السعودية، مريض مرض زمن يا فضيلة الشيخ، ويقول ما هي الكفارة؟ ما مريض. أولا أريد أن أوصل معلومة، ليس كل مرض يمنع الصوم، ولذلك لا يجتهد الإنسان على نفسه، لا أنا مريض إذن أنا لا أصوم،
وأنا مصدع لا أنا لا أصوم أو كذا، لابد فسألوا أهل الذكر، يعني تسأل طبيب متخصص. إذا قال لك الطبيب أنت لا تستطيع أن تصوم الآن، لكنك تستطيع أن تصوم مثلا في أيام الشتاء اللي النهار قصير مثلا، فأنت من حقك الآن أن تفطر لأنك مريض، ثم تقضي بعد ذلك في أيام نهاره قصير. أما إذا قال لك الطبيب أنت لا تستطيع أن تصوم لا الآن ولا في المستقبل، يعني في الظاهر من المرض، علم الغيب ليس عند أحد، لكن الظاهر من المرض أن هذا المرض مزمن لا يستطيع معه الصيام، ففي هذه الحالة تخرج فدية طعام مسكين عن كل يوم، وفدية طعام مسكين كما قلت يعني بمقدار 10-15 درهم على متوسط الأسر. نعم. نأخذ من فرنسا. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا أم جاد، تفضلي. شكرا، رمضان كريم وكل عام وأنتم بخير. أنا عندي سؤال ليس له علاقة برمضان، سؤالي عنده علاقة بالحجاب. نعم. أنا عايش في فرنسا وكنت أعمل بالجزائر قبل وعندي دراسات عليا، لما جيت أعيش هنا بفرنسا لم أستطع العمل بالحجاب لأن القانون يرفض. أنا عديت امتحان عشان أكون مدرسة والحمد لله توفقت، لكن أنا مرغومة أني أنزع الحجاب قبل أن أدخل المدرسة، علما أنه أدرس تلاميذ لا يتجاوز عمرهم 10-11 سنة. أيوة. ولكن لن أقول لا أرى رجال، بل بعض الآباء لما يأتون عشان يأخذوا أولادهم أنا يشوفوني. أنا أسألت إمام هنا وقال لي أنت المهنة التي تمارسينها مهنة فقيلة، دونك ما تخميش، لكن كل مرة قلبي فيه شيء، واضح. علما أنه زوجي هو يعمل والحمد لله عنده، هو مدير مؤسسة وإلى آخره، يعني لست أنا. نعم واضح إن شاء الله السؤال، فقط لنا فيه اتصالات أخرى، تحبين تضيفين شيء؟ واضح السؤال الآن، موضوع سؤالك عن الحجاب في العمل. نعم شكرا. إن شاء الله. الله يبارك فيك، مشكورة يا أختي، حياك الله. خليل خليفة آسف من أبو ظبي. خليفة من أبو ظبي تفضل. نعم السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. الشيخ لو سمحت مبارك عليك رمضان. علينا وعليك إن شاء الله، الله يسعدك. عندي سؤال حقك. تفضل. في رمضان يعني هل لازم إن تكون تقرأ على الأقل صفحة اليوم؟ طيب إن شاء الله. إن شاء الله يا خليفة، مشكور، حياك الله يا خليفة. فاطمة من الجزائر تفضلي. فاطمة. عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. شهر مبارك عليكم إن شاء الله. وعليكم الله يبارك فيك. تفضلي بالسؤال يا فاطمة. سؤالين. تفضلي. سؤال الأول يا شيخ، أنا عندي عمي. نعم فضلي كملي. أنا عندي عمي من ذوي الاحتياجات الخاصة، يعني أبكم ما بيسمع ما بيتكلم. نعم. وهو بيصوم بس ما بيصلي. نعم. سؤال الثاني. هل هو عنده عقاب على الصلاة أو لا؟ نعم. طيب. السؤال الثاني يا شيخ، عندنا امرأة تعمل حناء للبنات، وهي عندها بتقول أنه بترقيها تعمل لها رقية مشان البنات يتزوجوا. نعم. بس المشكل أن عندها بتتعامل مع الجن، هل حلال أم حرام؟ هذه اللي بيسوي هاي الحنة، هل حلال أم حرام؟ طيب شكرا. طيب. حياك الله، مشكورة يا فاطمة من الجزائر. أعود يا فضل الشيخ من فرنسا، أم أمين تسأل شيخنا، هو الصغار عندها أعمارهم شيخنا 10 و12. نعم. يصومون ويصلون، لكن هي تقول هل ممكن بعد صلاة المغرب تخليهم ينامون وبعدين يقوم، لأن في عشاء بعدها الساعة 10 شيء. نعم. أولا أختي الكريمة، هذا المرحلة العمرية بالنسبة للصلاة نحن مأمورون، مروا أولادكم بالصلاة لسبع وضربوهم عليها، ليس ضربا مبرحا إنما ضربة يكون كما يقال تقريع، يعني تلويم وليس تأليم، لكي يتعود الإنسان الصلاة، فإذا تعود بعد ذلك لن يتركها.
10 سنوات، فإذا بلغ وجب عليه. هذه الآن سن يقارب البلوغ، يعني أحيانا بعض الأطفال يبلغون في 10 في 11، البنات في 12 إلى غير ذلك، فلا بد من مراعاة هذه. فإذا بلغنا أو بلغوا فوجب عليهم الصلاة والصيام، لكن الصوم ليس واجبا عليهم ما دام لم يبلغوا، بمعنى وليس مأمورين حتى أن يصوموا حتى لسبع ولا لعشر، لأن هذه لا يحتاج إلى عادة، هي شهر في السنة فقط، وإنسان يستطيع أن يأقلم نفسه. لكن ممكن إذا تريدين أن تعوديهم، بمعنى أن شيئا فشيئا إذا لم يكن لديهم مدارس يصومون من الصبح إلى الظهر، يعني يمسكون عن الطعام، ثم مثلا بعد 3 أيام 4 أيام يمسكون إلى العصر، بعد ذلك يمسكون إلى بعد العصر بساعة، حتى يبدأوا يتعودوا الصيام ويكون سهلا عليهم. لكن قضية الصلاة، إذا كان هم يصلون المغرب وأنت تريدين أن تنيميهم بعد صلاة المغرب مباشرة، فليجمعوا ما دوما ليسوا من أهل، لا تعوديهم على ترك الصلاة طالما أنت جزاك الله خيرا حريصة على أن يصلوا في صلواتهم، فاحرصي على ذلك، خليهم يصلوا ويجمعوا، ثم إذا ناموا عن الصلاة لا أن يقضوا ثانية يوم. نعم. أم أحمد من هولندا. أم أحمد تفضلي من هولندا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. رمضان مبارك سعيد عليكم إن شاء الله. آمين الله يباركك. سؤالي الأول من فضلكم، عندي ولد عنده 12 سنة. نعم نعم. يعني هو بيصوم بس يعني بقاله يعني اليوم طويل بالنسبة لنا، المغرب الساعة 9:15. نعم. هل أخليه يصوم اليوم كله يعني؟ نعم. ولا وبلغ؟ لسه صغير. بلغ ولا لم يبلغ بعد؟ لا ما اعرفش. طيب. طيب. شكرا. ممكن نجيبه مباشره شيخنا. نعم. وايضا نقف عند قضيه ان الام ما تعرف اذا الولد بلغ. نعم. او لا. هناك علامات للبلوغ للولد وللبنت. نعم. البنت للولد يعني نبت الشوارب شيء من هذا القبيل، غلظ الصوت، والبلوغ هذه علامات، والحقيقه حقيقه البلوغ بالاحتلام، بان ينام يرى شيئا من هذا و ينزل منه المني، أو يبلغ بالعمر بمعنى 15 سنة قمرية، هذا سن البلوغ الذي دين الله به. أما البنت فبالحيض، فإذا حاضت فقد بلغت. فإذا حاضت قد بلغت، وممكن بالظهور علامات أخرى، لكن الحمل لا يتصور لأن إذا ما كانت متزوجة. نعم. في المسلمة. نعم. بعد الفاصل إذا أذنت لي شيخنا سنعود إلى سؤالها. طيب. اللي هو هل تخلي الولد يكمل والنهار طويل هناك يعني الساعة 9 كان. مع فضيلة الشيخ ومعكم نتواصل إن شاء الله بعد فاصل قصير، ابقوا معنا. اهلا بكم مشاهدي الكرام وبرنامج الفضل العظيم. ناخذ ابو جراح، تفضل يا ابو جراح. معي ابو جراح. الو، ما يسمعني ابو جراح، ربما انفصل. طيب علي من الشارقه، تفضل علي من الشارقه. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمه الله. كيف حالك شيخ؟ الله يحييك علي، تفضل بالسؤال يا علي، اسمعك الشيخ، تفضل بالسؤال. شيخ بغيت أسألك سؤال. نعم. إذا الحين أصلي وكنت صايم. نعم. نعم. وكنت يعني شارب ماء أو شيء، يجوز الصلاة ولا ما يجوز علي؟ شربت الماء بالخطأ في رمضان ولا ناسي؟ لا ناسي. ناسي. طيب شكرا، حياك الله يا علي من الشارقة، الله يبارك فيك. بشرة تفضلي من فرنسا. يا بشرة السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كل عام وأنتم بخير. وأنت طيبة الله يحييك. وجزاكم الله على هذا البرنامج. أنا عندي مشكلة يا شيخ، أنا متزوجة من رجل عنده 65 سنة وأنا عمري 46 سنة، وعندي ابن معاه، والآن تركنا وهو راح مع زوجته الثانية في لبنان.
وانا بدي اطلب الطلاق، هل هذا حلال ام حرام؟ ان شاء شكرا حياتي الله يا بشرى. علما على انني يا شيخ مش مرتاحه مع عندي مشاكل، هل من حقي اطلب الطلاق ام لا؟ ان شاء الله مشكوره حياتي الله يا بشرى، شكرا من فرنسا. سلمى فضيل الشيخ اعود الى سؤالها، اخت سلمى من فرنسا، هي حامل يا فضيل الشيخ والدكتور قال انها لا تصوم لكنها الظاهر الى الان صايمه، يعني بدات اليوم صايمه. ايها الاخوه والاخوات، بعد بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، لا تلقوا بأنفسكم إلى التهلكة. الله تبارك وتعالى يقول: وما جعل عليكم في الدين من حرج، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يقول الله تبارك وتعالى: من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. أنت معذورة بالحمل، بالإرضاع، بالسفر، بالمرض، فالله تبارك وتعالى قد عذرك، لماذا لا تقبلين عذره؟ لماذا تضيعين نفسك وتؤذين نفسك بالصوم وتؤذين جنينك؟ فما فائدة الندم بعد ذلك؟ طالما أن الطبيب محل ثقة وقال لك أن هذا الصوم في هذه الأيام بالنسبة لك ولا سيما أنت تعانين من مشاكل يضرك أو يضر جنينك، فاسمعي كلامه وافطري، ثم بعد ذلك إن شاء الله تعالى بعد أن تضعين طفلك بعد ذلك إن شاء الله تعالى تصومين ولا شيء عليك. فلا ينبغي مخالفة ذلك لأجل أن أنا أريد والله أصوم مثلا وثم أضر نفسي ثم لا أستطيع أن أصوم كل الشهر بعد ذلك وأفقد جنيني أو إلى غير ذلك. لماذا؟ الله سبحانه وتعالى الحمد لله وسع علينا في الدين، ينبغي لنا أن نأخذ بالرخص كما ينبغي لنا أن نأخذ بالعزائم. كل في محله. نأخذ أم فهد من العين. أيوه. تفضل يا أم فهد. يسمع. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مبروك عليكم الشهر. الله يبارك فيك حياتي الله يا أم فهد، تفضلي. يا أخوي الله يرضى عليك، أنا ولدي أصول من عمله وأنا عندي زكاة. نعم. وهو يجوز لي يعطيه ولا ما يجوز لي؟ عنده بيت وعنده عيال وعنده. تريدي إن شاء الله يا أم فهد، مشكورة وحياك الله. أم فهد تبغي تعطي الزكاة لولدها لأنه محتاج، تريد أن تعطي الزكاة لولدها لأنه محتاج. فضل شيخ حتى ما أنسى إن شاء الله ونأخذ بالترتيب، فقط ننهي سؤال الأخت من هولندا. نعم. الولد تخليه يصوم شيخنا لأن الساعة 9، يعني تقول الولد مش بالغ. لا، إذا مش بالغ ليس عليه صوم، أنا ذكرت ذلك. الأمر ورد في الصلاة: مروا أبناءكم بالصلاة لسبعة واضربوهم عليها لعشر. هذه في الصلاة، في الصوم لم يرد هذا، ولذلك لا يجب عليه الصوم إلا إذا بلغ. إذا بلغ علامات البلوغ ذكرنا أنها إما بالاحتلام، إما بالحيض، إما بغير ذلك، وإما ببلوغ 15 سنة قمرية. فإذا بلغ نعم الآن وجب عليه لأنه مكلف. أما غير ذلك لماذا ترهقون أولادكم ولا سيما في بلاد في ساعات طوال، يعني بعض البلدان يصل إلى 18 ساعة 19 ساعة وقد لا يتحمل هذا الطفل. نعم. أم فجر فضي شيخ مريضة بالكلى ولا تستطيع الصوم، ماذا تفعل؟ إذا كانت لا تستطيع الصوم وبعد رمضان أيضا الأطباء يمنعونها من الصوم، عليها أن تخرج عن كل يوم طعام مسكين ولا شيء عليها. نعم. السؤال لفضي شيخ، ونستفيد جميعا كما نذكر من الأسئلة ومن الإجابات للجميع حتى ما يكون يعني فقط الآن يا فضي الشيخ لكل الأخوات في الغرب. نعم. والجماعة في فرنسا في موضوع الحجاب وهي معلمة وتتحرج يعني ما زالت. أنا حقيقة أريد أستغل الفرصة في هذه. الحجاب فريضة من فرائض الله تبارك وتعالى، لا فرق بينها وبين سائر الفرائض. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ نسأل الله أن لا يجعلنا من أهل ذلك. الذي يرى أن الصلاة فرض الحجاب فرض، الذي يرى أن الصوم فرض يرى أن الحجاب فرض. فالحجاب فرض. الحجاب نحن نتكلم عن الحجاب ولا نتكلم عن النقاب، النقاب مكرمة، إنما نتكلم عن الحجاب أي ستر الشعر والرقبة إلى شيء من هذا يعني قدر الإمكان. الآن هذه الدول تتشدق بالحرية وحرية التعبير، حرية في كل شيء إلا في الدين، في التمسك بالدين. لا أدري لماذا هذه الحرية، هذه حرية أعتبرها من ضمن الحريات الشخصية. تمنعون الخمار، تمنعون النقاب لوسائل أمنية، لوسائل أمنية، هذا شيء آخر، هذا
من حقكم ومن حق الذين يتجنسون بجنسيتكم أو يعيشون في بلادكم أن يلتزموا بقوانينكم. لكن الحجاب هذه فريضة وواجب على المركز الإسلامي أن يحارب ويقاتل في ذلك. يقاتل ليس قتال بالسيف وبالسلاح، إنما يقاتل بأساليب قانونية في المحاكم إلى غير ذلك، حتى يلغوا هذا التمييز العنصري أو التمييز القومي ضد ديانة معينة. لكن هناك أيضا مسألتين أخريين. ما دمت لست بحاجة إلى هذه الوظيفة، لماذا تقدمين عليها وأنت في غنى عنها؟ الحمد لله، ادخلي في وظيفة أخرى لا يكلفك حجابك. فلا خير في عمل الإنسان يترك فيه شعيرة من شعائر دينه، هذه واحدة. ثانية، إلا إذا كانت مضطرة، فالمضطر له حكم آخر. المضطر يحتال، بمعنى كيف يحتال؟ الآن هناك طاقيات ممكن تلبس على الرأس يغطي كامل الرأس على شكل زينة، على شكل زينة، وممكن هذا يسمى إشارب عندهم أو حجاب أو شيء بسيط أو مثل يعني يربط، يعني يربط وشال صغير يربط على أنه كأنه شال. هذا لا يستطيعون أن يمنعوا، لأن هذا ليس حجابا كما هو، وأنت سترتي ما يجب ستره. فالإنسان يحاول أن يأتي بما فرضه الله تبارك وتعالى قدر استطاعته. نعم. معنا الأسئلة الباقية، لكن تفضل الشيخ. الشاب خليفة اتصل بك، شيخنا ويسألك هل لازم أقرأ صفحة في اليوم؟ أنا أولا أحيي ابني خليفة وأشجعه وأقول أنت الحمد لله تعيش في بلد الحكومة كلها طامحة، بمعنى تسعى للطموح، تسعى للمركز الأول، لا تكتفي بصفحة، مش لازم تقرأ صفحة، لا، عود نفسك أن تقرأ جزءا حتى تختم القرآن في شهرك. فخلي طموحك أكبر من صفحة وصفحتين وثلاثة وأربعة، يعني على الأقل 20 صفحة، ووزع ذلك بعد صلاة الظهر كذا، بعد صلاة العصر كذا، إلى غير ذلك حتى تستطيع إن شاء الله. فضيل الشيخ، لكن لا تترك قراءة القرآن بحال. يبارك فيك فضيل الشيخ على هذه الحلقة. مشاهدي الكرام، سنكمل إن شاء الله في الغد. فاطمة من الجزائر سؤالك موجود، أم فهد من العين، وعلي من الشارقة، بشرة من فرنسا، أسئلتكم موجودة، إن شاء الله سنكمل غدا بحول الله تعالى. في ختام هذه الحلقة باسمكم جميعا أتقدم بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد عبد الرحيم سلطان العلماء، أستاذ الفقه وأصوله بجامعة الإمارات. تحياتي يوسف الحمادي تحيات فريق العمل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إلى الملتقى. عليكم السلام. إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم.